هل يا أصدقائي معكم سامو؟ طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان لم يا أصدقائي نزل تحديث عيد ميلاد بيكاكسي وأخيرا أو تحديث الديناصورات. فطبعا يا أصدقائي أول شيء حطوا لايكات كثير على هذا الفيديو، أيضا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وحاليا تعالوا ندخل على التحديث ونعمل الجولة في التحديث. فيلا هسه ندخل. أو ماي جاد، فطبعا يا أصدقائي ما توقعت إن التحديث ينزل أساسا بهالسرعة. فاو ماي جاد، زي ما انتم شايفين المدينه كثير كثير اسطوريه. فاول شيء لون السماء او شكل السماء كثير حلو، فيها الكانديز والاشياء اللي احنا متعودين او متوقعين انه بيكاكسي بتضيفها يعني سنويا في اعياد الميلاد. واو، بالصباح المدينه احلى، وشوفوا المدينه مليانه بالديناصورات، حتى بالسماء موجود الاشكال تبع الديناصورات. فعلى فكره مره حبيت. وطبعا يا اصدقائي شوفوا البرج، بيكاكسي مسويه به تغييرات نفس كل سنه، فيعني هذا هو تحديث عيد الميلاد. اوكي، فحاليا بيكاكسي صار عمرها 5 سنوات، انتم متخيلين هالشي؟ فكمان شوفوا الديناصورات هنا. اوكي، فواو شوفوا اللسان الطويل حق الديناصور، في ديكورات واشياء مره كثيره. وطبعا يا اصدقائي البرج نفس كل سنه حاطين هنا الذكريات تبع بيكاكسي وكيف كانت، يعني هنا 2019 وهنا بعد 2020 2021 لحد المرحله الاخيره. اوكي، فتعالوا نعبر. فهذا العيد ميلاد الاول، حتى حاطين التحديثات كلها وكيف كانت اللعبه وكيف اتطورت وكل هذه الأشياء. وهنا الكعكة الأسطورية والكبيرة. أوكي، فهنا في صندوق سري، وهنا في رقم 5. وطبعا الكعكة تبع هالتحديث أو هالسنة أكثر من خرافية على فكرة. فسؤالي يا أصدقائي، هل كيكة أو كعكة هالسنة أفضل من الكعكة السابقة تبع سنة 2023 أو لا؟ وهنا مكان جلسة التصوير الجديد. أوكي، طبعا هذا كمان حسيت احلى لانه في ديكورات واشياء جديده والوان ابد ما شفناها من بيكاكسي في اعياد الميلاد حقتها. وطبعا هنا المدينه يعني حاسينها او عم تحس انه كانه نحن في غابه عن جد. اوكي، فيلا نشوف هسه المدينه. واو كثير اسطوريه على فكره، زي ما انتم شايفين هنا في هذه القاعده الكبيره والاسطوريه. فكمان جبنا ملصق انه دخلنا على تحديث عيد الميلاد. اوكي، 5 سنوات، فهابي بيرثداي بيكاكسي. وكمان هنا يا سقاي في اشياء وسواليف تبع ديناصورات. اوكي، فبيكاكسي ما نسيت هالشي بحيث دمجت كل الاشياء حرفيا. وهنا لعبة الديناصورات الجديدة، فيلا نجرب. او ماي جاد، شوفوا كيف صارت الحين لما جينا نلعب عليها، فمرة حبيت الفكرة على فكرة. اوكي، فيلا نشوف. كمان هنا في بالون. اوكي، بالونات، وفي هنا كمان اشياء تبع الاثاث، وهنا الاي اي كمان حاطة الشسمة القبعة، فهي كمان مشاركة بالاحتفال. وهنا يا اصدقائي كل الاشياء حرفيا تحسسكم انكم بعصر يعني القديم. وهنا او ماي جاد الكعكة، هو عم ناخدها على فكرة، حبيت. طبعا اكيد هاي ممكن يطلع عندها سر. اوكي، لو خلصنا جميع الكعكات يعني، فالمهم بشوفها بعدين. وهنا يا اصدقائي الروبوت، شوفوا ايش عنده. طبعا الروبوت محتفل. اوكي، نفس كل سنة يعني، وحاطط زينات واكسسوارات نحن ما حاطينها اساسا. اوكي، هنا بعد عندنا الديناصور الكبير. طبعا المدينة كلها صايرة ديناصورات واشياء وكعك حق العيد ميلاد. فالديناصور هذا يا اصدقائي شكله كبير حرفيا وتحسوه واقعي. وطبعا شوفوا كيف يعني، واو، عم يغمض عيونه وعم يفتحهم. وطبعا شوفوا من بعيد كيف عم بيبان. او ماي جاد، فشكله صار صديق الروبوت. اوكي، لان هو موجود جنبه. وطبعا يا اصدقائي هنا شوفوا كمان هاي الاشياء. واو، هذا مكان للتصوير يمكن، ففي 5 سنوات. او ماي جاد، حلو على فكره. وطبعا يا اصدقائي هنا شوفوا وش حاطين. او ماي جاد، ايش هذا؟ ايش هذا؟ اوكي، طبعا او ماي جاد هنا شوفوا حاطين البيضة الجديدة. اوكي، اللي عم تعطينا حيوانات الديناصور. وهنا عندنا اقدام الديناصور. اوكي، وهنا عندنا لعبة مونستر ليب بالحلة الجديدة. اوكي،
فا اوكي. وهنا عندنا البيت الجديد، على فكرة نسيت سالفته. واو طبعا شوفوا كيف طلع، حرفيا اول مرة اشوفه عن قرب. اوكي يلا الحين نشوف. طبعا هنا ندخل، اوكي زي ما قلت لكم في فيديو التسريبات يعني عم ندخل من فمه على فكرة. وطبعا شوفوا البيت مليان غرف حرفيا. اوكي طبعا في هاي الغرفة وفي كمان هذه، فحرفيا مليان غرف. ما ادري لو عنده طابق او لا، بس او ماي جاد شوفوا في درج عم يودينا لتحت. ايش في هنا؟ واو واو تحت يا سقي في غرف كثيرة شوفوا، يعني حرفيا هذا من اكبر البيوت اللي شفتها في بيكاكس يعني جد. فطبعا يلا كمان نكمل او نشوف بقية الاشياء الموجودة بالبيت. فليتس جو. طبعا اوكي شوفوا هذه كل الغرف حق البيت تقريبا. فالبيت حرفيا اسطوري زي ما قلت لكم ومرة حبيته. فتعالوا نشوف سعره لانه صراحة جاني فضول، او من الافضل خلونا بالاول نشوف بقية الاشياء يعني نكمل الجولة الكاملة. فهنا في اشياء كمان حق ديناصورات وكذا، فحبيت حبيت صراحة. واو هنا شوفوا بعد ايش في هذا الديناصور ماله. طبعا يلا نشوف طبعا ايش الفكرة من عنده. اوكي مجرد ديكور يعني، فحلو. تعالوا نشوف كمان ايش في زينة وهيك. وهنا في كمان كعكات. واو شوفوا الارنب كمان حاطط القبعة هذيك تبع عيد الميلاد، حبيت. وطبعا هنا شوفوا بقية الاشياء الموجودة. او ماي جاد كعكات كثيرة. فالمهم شوفوا كمان واو الشجرة، الشجرة يا سقي بدل التفاح صار في عنا دونات، دونات أعياد الميلاد. أو ماي جاد شوفوا حبيت شكلهم وربي الشهيد دونات، أريد أكل. أوكي ياي مرة حلو. طبعا يا سقي حبيت عيد ميلاد بيكاكسي الخامس حق هالسنة حرفيا. أنا مو قادر أتخطى جمالية المدينة، بس حرفيا هذا أكثر شي عجبني بالتحديث. فطبعا يا سقي تعالوا ندخل نشوف العروض. أو ماي جاد طبعا عندنا هذا العرض تقريبا سعره 25 دولار، وكمان في تخفيضات. طبعا هذا العرض راح يعطيكم كل شيء في التحديث من بيت وأثاث وأشياء ثانية، وكمان الملابس وكل الأغراض حرفيا. وطبعا هنا البدلة لوحدها يعني سعر تقريبا 8 دولار. اوكي فهنا عندنا كمان هذا العرض، اوكي فيه البيت والاشياء الثانية بس في اشياء اقل، سعر تقريبا حوالي 20 دولار. وكمان عندنا هذا ب100 جوهرة، هذا الاثاث بس. وهنا البيت لوحده 15 دولار. وكمان يبقى هنا لبسة البنات لوحدها بس 150 جوهرة. اوكي فواو طبعا كثير حبيتها. اوكي زي ما قلت لكم احسهم غريبين. او ماي جاد شوفوا تبع الاولاد، شوفوا الشعر كيف طلع علي. طبعا يا سقاي تبع الاولاد كمان 150 جوهرة. اوكي وطبعا يا سقاي اللبسة هذه تبع الديناصور للتنكر يعني في الحفلات بسعر 40,000 كوينز، يعني هذا اول شيء معانا بكوينز. وطبعا عندنا هنا الشيء هذا العنصر هذا الاكسسوار مع الفلوس والجواهر سعر تقريبا نصف دولار. طبعا العنصر او الاكسسوار اللي بيطيركم بسعر 2 دولار. وعندنا كمان هذا ب25 جوهرة، وعندنا كمان هذا بسعر 50 جوهرة. فهذه الاشياء كلها اكسسوارات. وطبعا هنا الهدايا اللي قلت لكم بالايميل. طبعا هذه يا سقاي كله هدايا. اوكي فبدل ما تجيبوها بالمجان، حبت بيكاكسي انه تخليها ب5 كوينزات بس. ليش 5 كوينزات؟ لانه زي ما قلت لكم بيكاكسي كملت 5 سنوات. اوكي فتعالوا نشتري. او ماي جاد طبعا القبعة وكل الاشياء هذه حصلناها مجانا على فكرة يعني. اوكي عندنا هنا كمان الكعكة 5555 كوينز، يعني الفكرة نفس الشيء السابق، يعني 5555 هي كمان من مضاعفات رقم 5.
وكمان هذا نفس الشيء أو نفس الفكرة 25 يعني كمان مضاعفات رقم 5. وهنا يا سقي الرقصة أو الحركة الجديدة اللي قلت لكم عليها طلعت فقط بجواهر بالضبط 45 جوهرة. أوكي، فبس يا سقي هذه كل الأشياء الموجودة في هذا التحديث. حرفيا عيد ميلاد بيكاكسي الخامس طلع أكثر من رائع، فأنا مرة حبيته. وطبعا يا سقي هذا هو فيديو اليوم بالكامل، لو عجبكم لا تنسوا تدعمونا بكثير لايكات، وأشترككم بالقناة وتفعلون زر الجرس. وبس، مع السلامة، باي باي، سلام.